أطلق جامعة القدس من داخل حرمها الرئيسي بازار حقوق الإنسان كمبادرة لتعزيز المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان لدى طلبتها وزائريها، حيث شهد مدخل الجامعة الرئيسي حركة تفاعلية مع البازار بعد أن افتتحه رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كشك. يعني هذا يوم مميز ومهم، لأنه بما يتعلق بحقوق الإنسان أنا بعتقد فقط الفلسطينيين التوقين للحرية ومهضومين الحقوق هم يدركوا ما معنى هذا اليوم. البازار والذي يعتبر الأول من نوعه ضم في رواقه مشاركة فاعلة لأكثر من 15 مؤسسة تعمل وتهتم بمجال حقوق الإنسان، منها مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، وجمعية نجوم الأمل، والعيادة القانونية في جامعة النجاح، والمجلس النرويجي للاجئين، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وكلية بارد في جامعة القدس، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، والعيادة القانونية لدى جامعة القدس. في البداية بالنسبة للطلاب بالجامعة طبعا هم بحاجة شديدة للتوعية من ناحية حقوق الإنسان، وخاصة في المنطقة هان اللي هي أبو ديس والسواحرة، لأنها بتتعرض لكثير من الانتهاكات. فمثل هذا المشروع يعني بيساعد الطلاب على معرفة الإشياء وكمان التعرف على المؤسسات حقوق الإنسان. إيش عمليا بنعمل؟ بنيجي هون بنعرض كل منشوراتنا، بنعرف سواء الطلاب أو المؤسسات الأخرى على شغلنا اللي هو في مناطق جنوب الضفة ومناطق القدس بشكل خاص، ونعمل تشبيك مع المؤسسات الأخرى الموجودة، ونستقبل أسئلة الناس اللي بتيجي بتزور وبتهتم في عملنا، نعطيهم الأجوبة عليها. ويعتبر البازار والذي تنظمه وتشرف عليه عيادة القدس لحقوق الإنسان في جامعة القدس للسنة الثانية على التوالي فكرة رائدة لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات المستمرة لها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لجامعة القدس. أهمية هذا البازار إنه هذا البازار بيساعد مجتمع الجامعة من ناحية على التواصل مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية اللي بتشتغل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكمان بيساعد المؤسسات الفلسطينية الحقوقية للتواصل مع مجتمع الجامع. يعني أضاف لي لمحة إنه إحنا قديش من واجبنا إنه نعتني بكيف إحنا بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه. شفت في مؤسسات بتعتني بحقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأسير. وفي البازار وزعت المؤسسات المشاركة فيه مئات الكتب والنشرات والكتيبات والأقراص المدمجة وغيرها من المواد الدعائية والتوعوية والبحثية الحقوقية، حيث استفاد مجتمع جامعة القدس من تواجد جميع هذه المؤسسات في حرم الجامعة، كما أسهم البازار في تواصل المؤسسات الحقوقية مع بعضها البعض في تبادل المعلومات والمنشورات.